السلام عليكم. عليكم السلام. كين كلش من داعلة محمد بن سلمان تاج على روسنا وحكامنا وإحنا راضين. أنت والله ما عندك سالفة. روح للي يدفعون لك. هلا حياك الله بالنغموش. حياك الله أخوي رابح. هل أنت راضي عن نفسك؟ راضي عن نفسك وأنت تنقلب على حكومتك؟ إذا كان خاين ولي أمري ما طيعه أنا أخوك. ولي أمري خاين، خان الأمانة وبذر فلوس البلد وحارب الإسلام والمسلمين وسجن العلماء وسجن المصلحين وقتل الصحفيين بالقنصليات زين، وحبس عيال عمه ولعب بالدنيا لعب، ورجل مهبول ومجنون وعندها مصايب الدنيا، تبيني يطيع ولي أمري بعد؟ كل المواصفات هذه أنواع الخيانة مجتمعة بولي الأمر المزعوم اللي اسمه محمد بن سلمان، تبيني أطيعه يا بن نغموش؟ والله الكلام ده الله يهديك. أخوي رابح شوف، مهما يصير ومهما يكون أنت حالف وقسمت أنك تحافظ على بلادك ووطنك. القسم من ملك. لا أخي تفهم القسم غلط. القسم أني أول شيء يكون مخلص لله. محمد بن سلمان خان الله لله وللوطن يا حبيبي، للوطن للقادة 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 إذا اتبعوا والله إذا صاروا أعداء الله تبين يطيعهم؟ شلون أكون مخلص لله؟ طيب إذا ولي الأمر خان الله صار عدو لله وصار ولي للشيطان أطيعه؟ ما يصير يا بن نغموش، ترى هذا مو زين، هذا مو زين. تفهم الدين ترى بالعكس. ما عليه. أنت الحين شو استفدت؟ قل لي شيء فايدة واحدة. استفدتني وعدناك. أنت الحين استغربت عن أهلك، تغربت عن بلادك، تغربت عن هذه. لا ما يهمني الدنيا. حتى لو أنت مش راضي عن الحكم، يا أخي اسكت وعيش حياتك بدون لا تتكلم قدام الناس وتعرف بقادر. لا ترى ما لا 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 ما في إنسان كامل. الواحد إن أخوك هدفه بالحياة لازم يقول كلمة حرة وكلمة حق. أنا رجال شاهد على مصايب سواها محمد بن سلمان، سوى جرائم بالسعودية وسوى جرائم أمورنا كلهم فيهم الخير. لا يا ابن حلال، ولاة أمورك خان الله وخان رسول الله، يصير ولاة أمور. لا بالعكس، ولي أمر يواعد كم كردشيا. وش رايك بالله ولي أمر؟ وش رايك ولي أمر؟ ولي أمر يواعد كم كردشيا؟ أنا أسألك سؤال يا ابن نغموش، بالله هذا تسميه ولي أمر؟ ولي أمر يبغى كيم كردشان بعشر ملايين دولار، هذا تسميه ولي أمر هذا؟ يا أخي لا تسمح كلام الناس كيم كردشانه وسوالف. لا هذا عندك العالمية من كلام الناس موجود، ابحث بجوجل تطلع لك كل المصادر الرسمية. يا أخي ما عليك من كلام المصادر تطلع لك كلام الإعلام. الإعلام الفضائح. خله يرد. في النهاية كل الدول الغرب والدول الغير اللي ما تحب الدول الإسلامية والعربية ما يحبون بعض، لازم يسوون مشاكل بينهم، لازم يسبب. لا 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 محمد بن سلمان مشاكل حقيقية، ذبح واحد بالقنصلية. خيانة طال عمرك، خيانة الوطن نعم يستحق عليها القتل، بس لكن طيب بن نغموش طيب هو خارج السعودية، يعني ممنوع القتل خارج السعودية؟ هذا القتل خارج نطاق القضاء، كيف الكلام ذا؟ مو داخل السعودية حتى يبتل. بما أنك خنت الوطن أنت مالك لازمة في المجتمع أبدا، ما حد يحتاجك ولا حد يبقى. لا القتل خارج البلد هذا ممنوع، هذا مخالف القانون، كيف تأيدي بن نغموش؟ الله يصلحك، هذا خلاف القانون. أنا أقول لك أنا كإماراتي إذا واحد خان وطني ومات او حد قتل اقول لك استاهل لانه هو خان الوطن، خلاص ما منه فايده. اذا هو يخون الوطن شو نحتاج؟ الحين ما نحتاج بشيء. يعني انت الان تبارك لو السعوديه قتلتني، تبارك هذا الاجراء؟ انت قتلتني بلندن هنا. والله شوف، اذا انت خاين للوطن هم يقولون اني خاين، يعني انت تؤيد قتلي على كلامهم اني انا خاين للوطن؟ خلاص عقوبتك معروفه، عقوبتك بلندن معروفة. يقتلوني بلندن هنا والله. انا كلمك الان انا بلندن لو استخبارات سعوديه قتلتني وانا بلندن، هم يقولون عني خاين. لو قتلوا الاستخبارات عندنا النيابه العامه سجنتهم وحكموا عليهم بالاعدام، صارت اوكي. هم السعوديه اعلنت، النيابه العامه هي مسؤوله عن هذا الشيء، مش نحن. عندنا اعلنوا وخذت حق الناس وخذت حق على المجتمع. شفتك يعني سالفه خاشقجي تبين اشرحها لك من جديد؟ السعوديه اعترفت فيها يا ابن حلال. كنت تقول لي تشرح لي ولا اشرح لك يا حبيبي؟ انا اللي ابغي اقول لك اياها
ارجع لوطنك مهما يصير مهما يكون، ترى في النهاية انت بتظل سعودي. انا هذا اللي اقول لك اياه، ونحن كنا عرب ومسلمين كنا طال عمرك ايد طيب. في ايد بعض. الله يعطيك العافية، مع السلامة. والله غريبة الاخ بن نغموش. اول شيء نستغرب يعني كيف يقول خاي شقري خاين ويستحق القتل. يعني ما في مشكلة نعرف كلمة خاين، هنعرف يعني عادي ان الدول تخون بعض الناس، ولكنها تقتل ناس خارج نطاق الدولة هذا مخالف حتى القانون الدولي. هذا لا يسمى القتل خارج نطاق القضاء او خارج نطاق القانون. ها، والاخ بن نغموش الان يبارك هذا الشيء وعلى كلامه ابدا اني انا خاين. ما دام اني انا خاين انا قلت له خلاص انا يبارك، لو السعودية قتلتني هذا يفهم من كلامه. بن نغموش الله يصلحك، الله يصلحك يا بن نغموش.